السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة عن النيولي اميرجنج بروتوزوا. واضح ان احنا هنكمل على الابي كومبلكسة، اخدنا منهم التوكسوبلازما والملاريا والبيبيزيا، هناخد جروب جديد اسمه نيولي اميرجنج بروتوزوا. نيولي يعني هم جداد يعني ولا ايه؟ لا، هم مش جداد ولا حاجة، هم موجودين من زمان، احنا اللي بدأنا ناخد بالنا منهم دلوقتي. الديتكشن بتاعهم زاد، الدياجنوزيس بتاعهم اتحسن، الريسك جروب الناس المعرضين للإصابة بالنيولي إيمرجنج بروتوزوا زادوا. مين هم الناس المعرضين للإصابة بالنيولي إيمرجنج بروتوزوا؟ الناس اللي الإميونيتي عندهم ضعيفة. أفهم من كده إن دول أوبورتونيستيك بارازايت؟ أيوة، زيهم زي التوكسوبلازما. كل ما الإميونيتي تقل، كل ما فرصة الكروناسيتي بتاعت الديزيز تزيد. تمام؟ زي ما قلنا هما مجموعة مش واحد بس، منهم الكريبتوسبيديوم، السايكروسبورا والسيستا ايزوسبورا بلاي. التلاتة دول مع المايكروسبيديا بيعملوا لي النيولي اميرجنج بروتوزوا. علينا فيهم تلاتة بس. في 1993 لما تسبب في اكبر انتشار او تفشي لمرض بيتنقل عن طريق المياه في العالم، اكبر عدد اصابات حصل في التاريخ من مرض بيتنقل عن طريق المياه حصل سنة 1993 في ولاية في امريكا ميلواكي. بدأ يظهر حالات كتيرة من الدياريا، أكتر من 400,000 إصابة، 4,000 واحد دخلوا المستشفى، أكتر من 100 واحد توفوا. كان عندهم نسبة كبيرة، 100 دول كان فيهم ناس كتير عندهم HIV، أكتر من 100 واحد توفوا 1993 بسبب إيه؟ بسبب contamination للووتر بووتر بور بارازايت اسمه Cryptosporidium بيرفو دي. وهنتكلم في نص الدرس عن مقارنة، جهز نفسنا للمقارنة ما بين النيولي اميرجنج بروتوزوا، وفي الاخر هطلع علشان اشرح لكم يعني ايه كلمة ستي. ان كان في بلد اسمها ميلواكي في امريكا لقوا ان فيها نسبة اصابات كتيرة جدا جدا، 400,000 شخص تعبوا مرة واحدة، جالهم سيفير دايريا، منهم 4,000 دخلوا المستشفى، ومنهم اكتر من 100 واحد توفوا. الميت واحد اللي توفوا دول كان منهم ناس كتيرة جدا HIV. فجأة بدأ ينزل الفرق، الحكومة تبعت 10 فرق للمدينة دي علشان يعرفوا ايه المشكلة، حصلت ازاي. لقوا ان المشكلة في النهاية بعد بحث طويل ان كانت في الكونتامينيتد ووتر، مية اللي كانوا بيشربوها كانت هي فيها المشكلة وتسببت في الوباء ده. بعد كده لقوا ان الأورجانيزم اللي موجود في المية ده اسمه الكريبتوسبوريديوم. بعد كده قعدوا يصرفوا 90 مليون دولار على تجديد المية لان هو كان بيرزست الكلور. طيب الكلام ده سنة 1993، اكيد احنا دلوقتي بقينا نضاف، ما عندناش اي مشاكل. دراسة عملت 2019 على عدد حالات من 2009 ل 2017، لقوا ان عدد الحالات بيزيد كل سنة بنسبة 13%، يعني 13% زيادة في عدد الانفكشن كل سنة. طيب الكلام ده اكيد ما سمعناش عنه في مصر، يبقى اكيد هو مش موجود في مصر. مين قال كده؟ كريبتوسبوريديوم موجود في مصر. اتعملت دراسه 2015 على الاطفال من سن 4 ل 16 سنه، لقوا ان 13% منهم انفكتد بالكريبتوسبوريديوم. من اصل 120 طفل 13% عندهم كريبتوسبوريديوم في مصر. نفهم من كده ان ده بيتنقل بالميه، ان هو بيعمل لنا اوت بريك، ان هو ليه علاقة بالمناعة بدليل الناس اللي عندهم HIV، ان هو بيرزست بيقاوم الكلور اللي محطوط في المية. كتيرة جدا جدا، 400,000 شخص تعبوا مرة واحدة، جالهم سيفير دايريا، منهم 4,000 دخلوا المستشفى خدم الهيومن بس. شكله عامل ازاي؟ الاوسيست بتاعته الماتيور راوندد من 4 ل 6 مايكرون، عندها 4 كريسنت شيبد سبوروزويتس، جواها سبوروزويتس 4 شبه الهلال. زي ما احنا شايفين في الصورة هي سيست راوندد جواها 4 سبوروزويت. السبوروزويتس دول هم دول الانفكتيف ستيج اللي اخدناهم في الابي كومبلكسة. عايزين نتعلم ازاي نرسم الكريبتوسبوريديوم اوسيست. بنرسم دايرة ونحسن على الوول بتاعها شوية علشان هي ثيك، وبعدين نبتدي نرسم السبوروزويتس. زي ما قلنا السبوروزويت دول ايه؟ كريسنتريك. فانا ببتدي اعمل ايه؟ اعمل اول واحد، وبعدين
اعمل تاني واحد والتالت ورابع واحد اخر واحد، ومنساش ان انا اعمل ايه، اعمل النيوكليوس. في زي ما احنا شايفين انا عندي 4 سبوروزويتس وعندي 4 نيوكليوس، تمام. في ناس من زمايلكم بيرسموا السبوروزويتس كلهم متجمعين كده، لا السبوروزويتس ما بيعملهمش كيرسنتريك زي ما انا عاملاهم، ويسيبوا الجزء ده كله فاضي، بياخدوش بالهم ان الوول هنا ثيك، ما بيعملوهاش مدوره، بيرسمها اوفال، يرسمها الريجولار. هي دي الصح ودول غلط. طب الانفكتيف ستيج اللي اخدناهم في الايبي كومبلكسة، ايه هما ابطال القصه بتاعت الكريبتوسبوريديوم؟ اللايف سايكل بتاعته، مين الاشخاص اللي في المسلسل بتاع الكريبتوسبوريديوم؟ اول واحد اللي هو السبوروزويت اللي مسؤول عن الانفكشن، تاني واحد التروفوزويت اللي عمال ياكل ويكبر، والشخص اللي كبر وتخن خالص ومليان ميروزويتس اللي هو الشايزونت. بعد كده الميريزويتس دول اللي بيطلعوا بيبقى عندي منهم نوعين، تايب 1 وتايب 2 ميروزويتس، كبروا شوية وبعدين الفيرتلايزيشن وبينتهي بالجاميتوسايتس والزايجوت او الاوسيست. زي ما احنا شايفين السبوروزويتس دول هم الانفكتيف ستيج اللي بيدخلوا جوه الانتيروسايت اللي بيبقوا موجودين جوه الاوسيست. الميروزويتس دول اللي بيطلعوا من الخلية اللي حصل لها انفكشن بعد ما الشايزونت يفرقع، يطلع لي العيل الصغيرين اللي هم الميروزويتس. الشايزونت اللي كان عمال ياكل اللي هو مين؟ اللي هو بيبقى مليان ميروزويتس. تايب 1 ميرونت دول بيطلعوا من تايب 1 ميروزويت، وتايب 2 ميرونت بيطلعوا لي تايب 2 ميروزويت. عندي بعد كده الميل والفيميل جاميتوسايت والثين والثيك وولد اوسيست، ودي جديده اول مره نشوفها في ايبي كومبلكس ان عندي ثين وثيك سيست بيطلعوا. في حاجه بنسمع عنها اسمها باراسايتوفيروس فاكيول، دي اسمها فاكيول بيستخدمها الايبي كومبلكس علشان يحمي نفسه جوه الخليه. احنا عرفنا ان الايبي كومبلكس دول انتراسيلولار بروتوزوا، علشان يحمي نفسهم من اللايزوزومز اللي موجوده جوه الخليه بيدخلوا جوه الباراسايتوفيروس فاكيول. اللايف سايكل بتبتدي بالانجشن اوف ايه اوف ماتيور اوسيست في الفود او الووتر. ادي اول سؤال جاوبنا عليه، هل هي موجوده في الميه بس؟ لا، دي اكل ميه موجوده ما عندهاش مشكله، بس تبقى سبوريوليتد اوست. طيب سبوريوليتد علشان جواها السبوروزويتس، السبوروزويتس هتطلع من الاوسيست هتبتدي تدخل جوه الانتيروسايت. اول ما بتدخل جوه الانتيروسايت بتدخل جوه الباراسايتوفيروس فاكيول وتبتدي تتحول للكائن اللي عمال ياكل اللي هو التروفوزايت. التروفوزايت بيكبر ويكبر ويتحول لشايزونت، شايزونت مليان. زي ما احنا شايفين السبوروزويتس دول هم الانفكتيف والانتستين. الميروزويتس بيطلعوا في اللون بتاعتنا ويبتدوا يعدوا خلية تانية ويتحولوا الى تايب 1 ميرونت، يبقى الشايزونت التاني اسمه تايب 1. اللايف سايكل بتبتدي بالانجشن اوف ايه اوف ماتيور اوسيست دول، ويبتدوا يعدوا انتروسايت تانية ويبقوا تايب 2 ميرونت. تايب 2 ميرونت دول وتبتدي تتحول للكائن اللي عمال ياكل اللي هو التروفوزايت. التروفوزايت بيكبر ويكبر ويتحول لشايزونت، مايكرو وماكرو جاميتوسايت، علشان يحصل لهم فيرتلايزيشن وبعدين يديني الزايجوت، وزايجوت هيديني اوسيست. ما ننساش ابدا ان انا عندي 2 تايبس اوف اوسيست، ثين وولد وثيك وولد اوسيست، تمام. وتبتدي تتحول للكائن اللي عمال ياكل اللي هو التروفوزايت. التروفوزايت اللي هو لازم يدخل جوه السل، والسل اللي هي انتيروسايت ده ضيف طفيل تقيل هي مش عايزاه، وهو مصمم يدخل جوه الخلية ومصمم ان هو ياخد الغذاء بتاعها ويتكاثر ويترعرع وبعدين يفرقع الخلية ويتخلص منها ويبتدي يعدي خلية تانية ويتكرر الكلام ده لحد ما يطلع بره الجسم.
يبقى الحرب دي ما بين الانتيروسايت والكريبتوسبريديوم هي الحقيقة موضوع كبير. الانتيروسايت بتبتدي تحافظ على وجودها، أول ما بيدخل فيها الكريبتوسبريديوم بتبتدي تنادي لزمايلها. الحرب دي اللي هينتصر فيها هو اللي هيحدد مصير الانفكشن. لو الانتيروسايت انتصرت يبقى ده سيلف ليميتد انفكشن، هينتهي مش هيحصل فيه اي مشكله خالص، شويه ابدومينال بين، شويه دياريه وراحوا لحالهم. لو الكريبتوسبريديوم هو اللي انتصر، الاكيوت انفكشن هتتحول لكرونيك وهيبتدي ياخد يحتل الانتستين بتاعتنا ويبتدي عنده يتحول لكرونيك ديزيز. ولو كان الشخص ده اتش اي في انفكتد او عنده اميونو ديفيشنسي فيروس هيجيله سيفير دايريا اب تو ديث، ممكن يموت من الدايريا. ايه اللي بيحصل الحرب دي؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ الانتيروسايت اول ما بيدخل فيها الكريبتوس بريديوم بتبتدي تطلع انفلاماتوري ميدياتورز وسايتوكاينز وتنادي وتزعق عشان تجيب اصحابها الاميون سيلز. بيبتدي الكريبتوس بريديوم يدخل جوه النيوكليوس والنيوكليال ماتيريال بتاعه السيلز ويبتدي يدخل نفسه جوه النيوكليوس بتاعتها ويبتدي يستخدم النيوكليال ماتيريال بتاعتها لصالحه. الخليه تبتدي تطلع انتي مايكروبيال انزيمز، هو يبتدي يكسرها. طيب تبتدي الخلية تحرمه من الغذاء من التريبتوفان بتاعه، يبتدي هو يطلع انزيمز تانية علشان يزود دخول التريبتوفان جوه الخلية علشان هو اللي ياخده ويستخدمه في التكاثر بتاعه. كخطوة اخيرة من الخلية علشان تنقذ الموقف وتحمي الجسم، بتبتدي الخلية تنتحر يعني ابيبتوزيس بروجرامد سيل ديس من الخلية علشان تضحي بنفسها وتقتل الميكروب اللي جواها. يبتدي الكريبتوسبريديوم يحارب الباسوي ده ويبتدي يخلي الخلية تحافظ على وجودها الفترة اللي هو قاعد فيها. تبتدي الخلية تعمل بروليفريشن يمنع الباسوي ده برضو الكريبتوسبريديوم اللي مش سايبها في حالها، له منها بيخليها تنتحر ولا منها بيخليها تتكاثر. كل الخلية مسخرة لخدمة الكريبتوسبريديوم. هل الموضوع ده هيطول ولا لا؟ هنشوف. بيحصل لايزوزومال اكتيفيتي، بيحصل ميتوكوندريال ونيوكليار تشينجز جوه الخليه بسبب الكريبتوسبريديوم اللي دخل، بيحصل فيلاس اتروفي، الفيلاي بتاعه السمول انتستين بيحصل فيها اتروفي، بالتالي بيحصل مال ابسوربشن. شكله الكلينيكال بيكشر بقى الحرب دي هتترجم في ايه؟ والله احنا زي ما قلنا الخليه دي هتنادي لاصحابها الانفلاماتوري والاميون سيلز. لو اصحابها جادين وكويسين يبقى الشخص ده اميونو كومبتنت، ولو المناعه فيها مشكله والاصحاب اللي جايين دول تعبانين وضعفانين يبقى هو الشخص ده اميونو كومبرمايز. لو اميونو كومبتنت الخلايا العضلات القويه بتاعت الاميون سيلز هتكسر الكريبتوسبريديوم ويبقى سيلف ليميتد ديزيز. ولو هو اميونو كومبرمايز قلنا هيبقى كرونيك ديزيز، هيبقى الموضوع يزيد اكستريم كيسز، بيحصل اكسترا انتستاينال كومبليكيشن وديث بنسبه 50% من اللي عندهم اميون سبريشن بيموتوا بسبب ايه؟ بسبب الانفكشن بالكريبتوسبريديوم. يعني لو 100 واحد اميونو سبريسد عندهم الكريبتوسبريديوم منهم 50 واحد بيموتوا. وما ننساش ابدا الاكسترا انتستاينال كومبليكيشن اللي ممكن تحصل. اكسترا انتستاينال في سمول انتستين يبقى هتروح فين؟ هتروح على الجول بلادر تستخبى فيها. فاكرين بارازايت تانية كانت بتروح للجول بلادر اللي هي مين؟ اللي هي الكاردي، عشان كانت برضو بتبقى عايشة جوه السمول انتست. من كده نفهم ان فيه مشكلة ما بين الكريبتوسبريديوم والاميونيتي. طيب نشخص الموضوع ازاي؟ هنشخص ده بارازايت جوه الانتستين بتاعتنا. هبتدي اعمل له مايكروسكوبيك اكزامينيشن بالميكروسكوب، هجيب عينة ستول او من الديتينال اسبريت او هاخد بايوبسي. يبقى انا هستخدم الميكروسكوب في ثلاث حاجات، يا هجيب عينة ستول ادور فيها على ايه؟ ادور فيها على الاوسيست، او عينة اسبريت من الديودينال هشوف فيها برضو الاوسيست، او اخد بايوبسي من السمول انتستين وابتدي اشوف الباثولوجي اللي حصل وابتدي اشوف الكريبتوسبريديوم وهو جوه الانتيروسايت. ممكن استخدم طرق في الدم زي السيرولوجي، ممكن ادور على الانتيجنز في الستول، ممكن ادور على الانتي بوديز في البلد.
ممكن اعمل بايوبسي زي ما قلنا وابتدي اشوف الهيستوباثولوجيكال تشينجز اللي حصلت، وممكن طبعا الاحظ وجود الكريبتوسبريديوم جوه السيل. هعالج ازاي؟ زي ما قلنا الموضوع كله بيعتمد على المناعه. اميونو كومبتنت ممكن ما يحتاجش علاج خالص ويبقى سيلف ليميتد، وممكن اديله النيتازوكسانايد. لو هو اميونو كومبرمايزد الموضوع لازم يتعالج من اصله، لازم اصلح السي دي 4 بتوعه القليلين قوي، واديله انتي ريتروفايرال علشان الاتش اي في اللي عنده، واديله برضه نيتازوكسانايد وازيثروميسين، ولكن الاستجابه بتاعه الدواء ده الريسبونس بتاعه بيبقى قليل. علشان امنعها ال WHO او السي دي سي نزلت لي حاجه بتقول ان 35% من يبقوا من السويمنج بولز، حمامات السباحه، الناس اللي بتنزل بالبامبرز، كل ده بيسبب الانفكشن. 15% كونتاكت مع الانيمالز، علشان الانيمالز بينزلوا لي الاو سيست في الستور بتاعهم، ما يمنعش ابدا ان يحصل لي كونتامينيشن للفود او الووتر بتوعي بالاو سيست اللي جاي من الانيمالز، او بيحصل في التشايلد كير علشان الاطفال دول طبعا الهيجين بتاعهم بيبقى مش كويس في الحضانات وفي دار الايتام. لازم طبعا نغسل ايدينا لان هو في كوورال. ما ننساش ابدا ابدا ان احسن طريقة علشان اعمل فيها الفلتريشن ان انا اعمل ايه، عشان اعمل بيريفيكيشن للمية لازم اعمل فلتريشن، والبورز تبقى صغيرة قوي 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 علشان يقلل الانفكشن. ما ننساش ان الكيميكالز ما بيأثروش على الكريبتوسبوريديوم، لازم عشان انقي المية اللي انا هشربها يا اما اغليها يا اما استخدم فلترز دقيقة جدا جدا جدا. انا عندي مقارنه ما بين الكريبتو والسايكلو والايزوسبورا او السيستو ايزوسبورا. الثلاثه بروتوزوا دول نيولي ايمرجنج بروتوزوا، السايكلو والسيست ايزوسبورا دول شبه الكريبتوسبريديوم. بدل ما نقعد نتكلم على كل واحده فيهم لوحدها، احسن واسهل طريقه ان احنا نقارن ما بينهم، لان هم 90% شبه الكريبتوسبريديوم. في فروقات بسيطه قوي قوي ما بين السايكلوسبورا والايزوسبورا بينهم وبين الكريبتوسبريديوم. نبتدي نتكلم على الابيديميولوجي. اكتر واحد كومون هو الكريبتوسبريديوم زي ما قلنا، السايكلوسبورا اقل واحده خالص السيستو ايزوسبورا، او كان زمان بيسموها الايزوسبورا بلان. الهابيتات كلهم بيبقوا انتراسيتوبلازميك انتراسيلولار ما عدا الكريبتوسبريديوم. قلنا الكريبتوسبريديوم بيبقى انتراسيلولار اكستراسيتوبلازميك، السايكلو انتراسيلولار انتراسيتوبلازميك، والسيست ايزوسبورا انتراسيلولار انتراسيتوبلازميك. الاوتو انفكشن بيحصل في مين؟ الاوتو انفكشن بيحصل في الكريبتوسبريديوم انترنال اوتو انفكشن واكسترنال اوتو انفكشن. انترنال اوتو انفكشن بسبب ايه؟ قلنا بسبب الثين وول اوسيست. واكسترنال اوتو انفكشن علشان السيست اللي بتنزل دي بتبقى ماتيور، مش عايزه وقت عشان يحصل لها ماتيوريشن. ما بيبقاش بيحصل اوتو انفكشن في السايكلوسبورا والايزوسبورا. ليه؟ علشان افهم من كده ان هي ما عندهاش ثين وول اوسيست وما عندهاش ماتيور اوسيست اصلا. لو كانت بتنزل ماتيور في الستول كان قدر يحصل لي اكسترنال اوتو انفكشن فيهم، بس بما ان هي السيست بتاعتها بتبقى اماتيور فاكيد مش هيحصل لهم اوتو انفكشن. يبقى انا عندي اول اختلاف في الابيديميولوجي، تاني اختلاف ان هو الكريبتوسبريديوم انتراسيلولار اكستراسيتوبلازميك، وتالت اختلاف ان هو بيعمل اوتو انفكشن علشان السيست بتاعته بتبقى ماتيور، السايكلو والايزوسبورا بتبقى السيست بتاعتهم اماتيور. طب شكلهم عامل ازاي؟ الكريبتوسبريديوم قلنا من 4 ل 6 مايكرون، السايكلوسبورا اكبر سنه من 8 ل 10، السيست ايزوسبورا دي اكبر واحده فيهم خالص اكبر من 25 مايكرون، دي كبيره جدا على انها تكون بروتوزوا. هل هم عندهم جوه الاوسيست بتاعت الكريبتوسبريديوم في سبوروسيست، في غطا؟ لا، علشان كده السبوروزويتس بتوع الكريبتوسبريديوم اسمهم نيكت سبوروزويتس، عريانين ما لهمش غطا. بالنسبه للسايكلوسبورا السبوروزويتس جوه سبوروسيست، يبقى انا عندي الاوسيست بتاعت السايكلوسبورا جواها 2 سبوروسيست، كل سبوروسيست جواها 2 سبوروزويت، يبقى انا عندي السايكلوسبورا كايتونينسيس الاوسيست بتاعتها كلها على بعضها فيها 4 سبوروزويت، كل 2 في سبوروسيست.
بالنسبة للسيستو ايزوسبورا بلاي او الايزوسبورا بلاي، انا عندي تو فورمز. الفورم اللي احنا بنرسمه ده اللي هو الاماتيور فورم، وجواه حاجة الريجولار انا مش عارفة اللي هي ايه بالظبط، دي الاماتيور فورم بتاع. بعد كده هنرسم الماتيور اوسيست، وتبقى دي بتبقى اوفال. خلي بالي ان انا مش برسم حاجة راوندد. في حاجة كمان ان هي عندها ايه، عندها اتنين سبورو سيست، خلي بالي قوي، وقوة كل واحدة ايه 4 سبورو زويت زي ما رسمناهم في الكريبتوسبوريديوم. ساش النيوكليس بتاعت كل واحد فيهم، ودي مين؟ دي السيست ايزوسبورا بلاي اللي مسؤولة عن الانفكشن. الكريبتوسبوريديوم بالنيتازوكسامايد والازيليسومايسين، السايكلوسبورا والسيست ايزوسبورا بنعالجهم بالتراي ميسوبريم سالفا ميسوكزازول. تمام كده؟ في 5 دقايق هشرح فيهم الليستين، اللي عايز يستفيد منها يستفيد، واللي عايز يحفظ موديفايد زيل نيرس ستيت من غير ما يفهم عادي مفيش مشكله. يعني ايه ستين وامتى ببدا لها وايه الفرق ما بين الستين والدايركت مايكروسكوبك اكزامينشن العادي؟ دلوقتي انا عندي جروب من المايكرو اورجانيزم الميكروبات عندهم الوول بتاعهم الجدار بتاع الخلايا بتاعتهم ثيك، عندهم ليبت اسمها مايكوليك اسيد وليبتس كتيره في الوول بيخلوهم ما يعدوش الاسيدز، والحاجه دي هنستفيد منها في الدايجنوزيس بتاعهم. طيب هي كل المايكرو اورجانيزمز اسيد فاست؟ لا، مش كلهم الوول بتاعهم فيه كميه الليبت دي، ده في بعض المايكرو اورجانيزمز اسيد فاست ما بيحبوش الاسيد. وقلنا ما بيحبوش الاسيد ليه؟ علشان الوول بتاعهم ثيك ما بيعدوهوش. طيب انا ايه مشكلتي في الدايجنوزيس بتاع الكريبتوسبوريدي؟ ليه ما افحصوش على طول اجيب عينه الستول وافحصها دايركت مايكروسكوبك اكزامينشن؟ انا الحقيقه عندي مشكلتين في الدايجنوزيس. اول واحده ان حجم الكريبتوسبوريديوم صغير قوي من 4 ل 6 مايكرون، هشوفه ازاي ده. تاني حاجه ان انا عندي بفحص عينه الستول، عينه الستول كلها ارتيفاكس كلها شوائب، فانا محتاجه ان انا انقي العينه من الشوائب اللي موجوده فيها وابتدي اميز الاورجانيزم الصغير قوي ده بلون مختلف عن بقيه الشريحه علشان اتعرف عليه وابتدي اشخصه. فايه اللي انا بعمله وبستفيد من خاصيه الاسيد فاست بتاعته ازاي؟ ان انا بعمل ايه، بجيب الكريبتوسبوريديوم العينه اللي المفروض ان فيها كريبتوسبوريديوم وافردها على الشريحه، خلاص المفروض ان فيها كريبتوسبوريديوم ومفروض ان فيها سيلز تانيه كتير. انا عايز زي ما قلنا ادي لون للكريبتوسبوريديوم في نفس الوقت اشيل الشوائب كلها اللي موجوده معاه. عشان اديله لون بجيب حاجة اسمها كاربون فيوشين، دي ستين بسبق بيها الشريحة كلها. طيب ما الكريبتوسبوريديوم هياخد الستين والأورجانيزمز التانية هتاخد الستين برضو، ما عنديش مشكلة. يبقى الكريبتوسبوريديوم والأذر أورجانيزمز والأذر سيلز كلها اتصبغت باللون البينك بتاع الستين دي. كويس، أنا كده محتاجة إن أنا إيه؟ إن أنا أنقي العينة من الشوائب. بعمل إيه؟ بعمل ووشنج وبعدين أحط عليها أسيد. الأسيد ده بيمسح الصبغه من كل الخلايا ما عدا الخليه اللي ما بتحبوش اللي هي مين، اللي هي الاسيد فاست. يبقى الاسيد فاست اورجانيزم دول بيبعدوا الاسيد عنهم ما بيدخلش جواهم خالص، بس بيمسح الستين من كل الخلايا التانيه. خلاص كده انا عندي الشريحه عليها الكريبتوسبوريديوم واخد الصبغه، فاضل حاجه واحده بس ان انا ايه اجمل واجود في اللي انا عملته ودي صبغه ثانيه تعمل كونتراست، يعني كل الشريحه تاخد لون ما عدا الكريبتوسبوريديوم اللي اتصبغ اول مره. يبقى انا برجع اصبغ الشريحه ثاني بصبغه لونها ازرق، فكل الخلفيه عندي يبقى لونها ازرق. ومين اللي مش هياخد الصبغه الزرقاء دي؟ اللي اوريدي اتصبغ قبل كده، اللي هو مين؟ اللي هو الكريبتوسبوريديوم. هي دي فكره الموديفايد زيل نيلسون ستين. تو سمرايز، علشان نلخص موضوع الكريبتوسبوريديوم، انا عندي ده نيوري ايمرجنج بروتوزوا موجود في الناس اللي هم اميون سبريس. اللايف سايكل بتاعه الكريبتوسبوريديوم الى حد ما متشابهه مع اللايف سايكل بتاع التوكسوبلازما.
عندي سبوروزويتس بتبقى موجوده جوه الدياجنوستيك ستيج الاوسيست اللي بتنزل في الاستول، انا عندي تروفوزويد، عندي شايزونت، عندي ميلوزويت، عندي جاميتوسايت، كل ده جوه الانتستين ما بشوفهوش. عندي ثين وول وثيك وول، الثين وول مسؤوله عن الانترنال اوتو انفكشن، والثيك وول مسؤوله عن الاكسترنال والهيتيرو انفكشن. انا عندي الباثوجينيسيس، اهم ثلاث حاجات ان بيعمل لي لايزوزومال انزايم اكتيفيتي، بيزود اللايزوزومز، ان هو كمان بيعمل لي ميتوكوندريال ونيوكليار تشينج جوه الانتينوسايت، وفي النهايه بيعمل لي حاجه اسمها فيروس اتروفي دي الفيلاي بتاعه الانتينوسايت وسيفير دايريا. قلنا سيلف ليميتد في الناس الاميونوسايت كومبرومايز، الناس الاميونو كومبتنت و سيفير وبتحول لكرونيك وسيفير، و50% ديث في الناس اللي هم اميونو سبريست. تمام، قلنا الدايجنوستس بتاعه، يا اما هعمل ستول اكزامينشن واصبغها بصبغه علشان احسن الفيلد بتاعي واعرف اتعرف على الكريبتوسبوريديا، هشوف او اوسيست جواها اربعه بنانا شيبد سبوروزايتس نيك، مفيش حواليهم سبوروسيست، هو بس السيست وول الاو اوسيست وول. بعد كده ممكن اعمل التريتمنت بقسمهم لناس اميونو كومبرمايزد والناس اميونو كونتنت. الاميونو كونتنت مش محتاجين تريتمنت، ولو الامر زاد ممكن اقدمهم بيتازوكسانايد. الناس الاميونو سبريسد اخاف عليهم قوي، ابتدي الاميونيتي بتاعتهم، وما انساش ان انا اقدمهم ميتازوكسانايد وازاليسلومايسين، ولو ان الريسبونس بتاعهم والبروجنوزس قليل قوي في الناس الاميونو سبريسد.